طبعا. طب مين بيونسك بقعدتك؟ يا معايا ناس، واخويا هنا دلوقتي في مصر معايا برضو. ف يعني العيله حوالين حواليا. بتحبي وحدك صرتي؟ اتولفت مع، مثل ما بيقولوا عنا بلبنان، اتولفت انا تعايشت معها. تعايشت معها خلص. يعني صارت هي بتداويني. انت هذا الشخص الحقيقه اللي بشوفه الناس، بتفرحوا وبتنكتوا وها ها ها وبتخلق حياه. انت سالتي السؤال ده عشان انت عارفه انه مش ده، انت مش انا كده. ده لا خالص. انت شو؟ انا لا مش عارفه اقول، ما يعني ما بعرفش اقول انا، يعني تعودت اقول هم حواليا، يعني الانا دي نسيتها كتير. ليه؟ ما بعرف، مش عارفه والله. وين الانا؟ مش عارفه والله صدقيني، يمكن ما اعرفش في ايه. رغم مش عايزين نعيط. لا لا، احنا ناس جامدين جدا. ايه الحاجة اللي ما بتعرفها الناس عنك شيهان؟ اللي الناس بتقول نيالة عايشة بعالمها وحياتها وفنها ومعجبينها وناسها، ايه اللي ما بيعرفوا؟ ليه كده طيب راغي ده؟ ليه؟ ايه السبب؟ ليه زعلانة؟ مبسوطة إني معاكي. خلاص أنا مبسوطة إني معاكم كلكم، أنا أوكي. يو آر أوكي، أكيد يو آر أوكي، بس إيه اللي محزنك الدرجة دي؟ إيه؟ يعني الدنيا صعبة برضو يا راغد، مش سهلة، وإنتي لوحدك بتعافري وبتحاربي وبتشتغلي وعايزة تثبتي إنه إنتي جامدة وإنتي هش من جوة، فصعب. عايزة تبسطي كل الناس اللي حواليك، صح؟ بس الحمد لله ربنا شايف بيديكي من حتة تانية وبيكرمك. الحمد لله جدا. قمر انت عم تعيطك، قمر انت عم تعيطك. يلا قربنا نخلص، قربنا نخلص. انت لسه ما خلصتيش يا راغدة. لا كفاية لا خلاص قربنا. أحلامي أكبر من واقعي، نعم أم لا؟ نعم بكتير. يا رب تحققيها. يا رب.